بأكيد المنطقة الشرقية، اللقاء التقليدي بين فريقين يعني فريق أخضر بيضاء وانطلاق هذه المباراة. قلت يعني كل فريق أخي أكيد يمني نفس بالحصول على لقب هذه البطولة. واجدي سعيد، أري بابل، أري بابل، أري بابل، إستيان، أول تهديد على مرمى، أول تهديد على مرمى الحارس أصيل مقصبي. إستيان يحاول المرور، يحاول التقدم من الجهة اليمنى، والمتابعة حاضرة بالفعل، يراوغ بكل امتياز، ممكن يرفع كورة بالفعل، لا يتباطى، يلعب كرة عالية من يتابع، والمتابعة الدفاعية، تأمين الخطوط الدفاعية، عودة بس في التنفيذ. كريم التواتي مدرب الفريق، أحمد التورغي لاعب التحدي السابق يرجع بهذه الكرة، وتعود الكرة بخطر لصالح لاعب شكربة. جونيور أجاي، أجاي جونيور، جونيور، إيه مرة جونيور من يتابع، من يقابل، والتصويبة الأخيرة والكرة مرت بسلام على رضوان. تمرير، تمشي الكرة وانطلاقة سريعة مرة ثانية، محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة للأخضر، يلعب العرضية، من يتابع، من يقابل، عامر تورغي، يمشي عامر، ينطلق عامر، انطلاقة عامر تورغي، حاول مرور عامر تورغي، عامر تورغي يلعب عرضية من لا 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 غريبة، كرة تضيع أحمد المقصي. صهيب بن سليمان، صهيب بن سليمان يلعب كرة عالية، صهيب، صهيب بن سليمان من يتابع المتابعة الدفاعية موجود أحمد المقصي، أحمد المقصي في التغطية، هذه الكرة تعود، أري بابل، أري بابل، أري بابل، أري بابل، أري بابل، والحارس موجود، أصيل أصيل. تعود الكرة من جديد في الجهة اليمنى لصالح لاعبي فريق الأخضر عن طريق المهدي الودرفي، يلعب كرة عالية، من يتابع، من يقابل، هذه المتابعة، وشنو يقول حكم اللقاء؟ ركلة جزاء لصالح لاعب أحمد كراوة، أحمد كراوة حكم اللقاء يعطي ركلة جزاء لصالح لاعبي فريق الأخضر. شفنا التبريرة داخل منطقة الجزاء، وأحمد كراوة انطلق باتجاه حارس المرمى أصيل المقصبي، تدخل ربما تدخل واضح بالنسبة للحارس أصيل المقصبي المهدي، المهدي الودرفي، كان تمريره ممتازه من الحال لعب المهدي الودرفي داخل ملعب، يمشي أمني، يمشي كراوة، يتقدم كراوة ويضيع كراوة، شبران يقول ما تقدمش، وبالفعل شفنا التنفيذ امامنا التنفيذ، والحارس ربما تدخل الحارس أصيل المقصبي في هذه الكرة، نشوف التنفيذ، تنفيذ، والكرة الآن الكرة لمست القائم الأيمن، بالفعل مشت للقائم الأيمن، ورمي بجا الشامخ العبيدي، تمشي الكرة بالفعل، تمشي للشامخ، الشامخ العبيدي يحاول مرور بالفعل، يمشي من الأول ويبرر الشامخ، الشامخ العبيدي كرة سريعة، أري بابل، وفرصة طول الأهداف، وفرصة طول الأهداف، أحمد كراوة مرة ثانية عن طريق وجدي سعيد، طويلة من وجدي سعيد، وهذه أري بابل، أري بابل، امشي أري بابل، أنت لك أري بابل، أري بابل، 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 جول، جول، واري بابل يراوغ ويحط الكرة في المرمى، يا المراوغة، شوف السرعة، شوف الانطلاقة، وشوف التصيد بكل امتياز، محترف في صراحة، يقدم الإضافة. أحمد المقصي، المقصي يراوغ، أحمد المقصي يوزع، أحمد المقصي، والرأسية، والرأسية بعيدة، كرة وكرة ملعوبة وانطلاقة سريعة، وما فيها شيء، لما فيها شيء، هذه فرصة، فرصة التعديل، التعادل، كرة تضيع، فرصة لصالح لاعبي فريق النصر، وربما تتغير مرة واثنين وثلاثة، وهذه كرة مرة ثانية، ترجع مرة ثانية، فرصة لصالح لاعبي فريق الأخضر، محاولة تصويب بالفعل، يسدد والكرة بعيدة، كرة تعود من جديد، وهذه انطلاقة سريعة لصالح جونيور أجاي، يلعب كرة أمامية والكرة خارج أرضية الميدان، جونيور، جونيور يفضل التمرير، أحمد المقصي، أحمد المقصي، يوزع أحمد المقصي، المقصي يوزع أحمد المقصي، وهذه المتابعة ترجع الكرة من جديد، أري بابل، أري بابل يلعب العرضية من تول، جول، أري بابل يوزع وجاك بيساني سجل، إذن تاني الأهداف لصالح لاعبي فريق الأخضر، تاني الأهداف، بداية سريعة، بداية من جديد، أري بابل، أمامنا أري بابل بعيد على التسلل بالفعل، لقطة الصورة، الصورة بالفار، والتوزيع بكل امتياز، وأول ما وصلت الكرة لعبها مباشرة، شوف أري بابل كيف تلعب ولعب بالعرضية، والمتابعة ممتازة جدا عن طريق تلعب بالكرة أمام اللاعب أحمد المقصي، لعب بالعرضية، الكرة الليبي، وادي عماد اللواتي، اللواتي عماد، عماد، عماد اللواتي، عماد اللواتي، ورجعة ممتازة في هذه الكرة، الجونيور أجاي، كرة ملعوبة، وفرصة لصالح نصر، العرضية، العرضية، والكرة تضيع بشكل غريب، الكرة الأخيرة عن طريق مالك الميلادي. سليمان يمشي صهيب، يتقدم بالفعل، ممتازة من صهيب لأحمد الكاتب، أحمد الكاتب، أحمد الكاتب، الجول،
احمد التكباني، تسديده لا تصد ولا ترد، اللعبه الاولى كانت على طريق صهيب السمان، واحمد التكباني يمشي ويسدد في المرمى في المرمى في المرمى، يتقدم ويسدد في المرمى احمد التكباني. اذا ثالث الاهداف مراوغه ممتازه، يبوه ويسدد باليمين، اهداف مقابل شيء. شوف اللعبة بدايتها، شوف اللعبة بدايتها كانت من صهيب كيف جاب الكرة ولعبها لبينية وربحها. هذا شوف التمويه، هذا التمويه الأول وهذه الثانية والكرة في الشباك في المرمى. علمنا بأن نتيجة الأهلي والاتحاد تمت شيء شيء، والأخضر والاتحاد الأهلي بنغازي فاز بهدف مقابل شيء، وأخضر البيضاء بصفر. تحكم اللقاء من السعودي مجد الشمراني يعلن انتهاء هذه المباراة بثلاثية، ثلاثة أهداف مقابل شيء. جاك أري بابل، جاك بيسان، أحمد تكبالي، 3-0.